رأيك في التجربة بتاعت المنتخب؟ التجربة رائعة رائعة، وأكيد هيبقى ليها مردود على المنتخب. إحنا يمكن من زمان أنا عندي قناعة لما حد يطلع يحترف بره من اللاعبين ممكن أول سنتين ثلاثة ما تاخدش منه حاجة كمنتخب. تمام. ما سيبه يستقر سنتين ثلاثة بس لازم يطلع صغير. تمام. ما يطلعش كبير. تمام. لما بيستقر مثلا زي صلاح دلوقتي استقر، النني استقر، والاثنين مردودهم مع المنتخب رائع. رائع جدا. في مصر المجد زي كابتن محمد تاني؟ أكيد في. يستحق إنه أكيد في، بس ما أسماءنا ما يعني. يعني في أسماء طبعا، في لعيبة لعيبة ظهرت بشكل كويس جدا وسنها صغير. لفتت النظر. رمضان صبحي. يعني من أحسن لعيبة كرة في مصر. أنا بقول عليه لعيب كويس جدا. موهبته حلوة. جدا. مصطفى فتحي الزمالك لعيب كويس. اللعيب الرائع كهربا. رائع. صح. بس عايز يعني كان بحب على المستوى الشخصي وعندي قناعات بيه كلاعب كوره امكانياته عاليه جدا، بس عايز ينظم مخه شويه. ينظم مخه. تمام. يعني هو الولد يقدر مع خبراته ممكن يبقى لعيب. نمره واحد في مصر.